صراحة أنا شايف كنا ماشيين بشكل كويس إن إحنا بنعمل فريق جديد، وإحنا الأداء الهجومي بقى شكله أفضل، الأداء أحسن شوية، عدد الأهداف بنجيب أهداف كتير لغاية يمكن المباراتين، مباراة نيجيريا الودية اللي كان النايجر أو النايجر ماتشين بتوع مارس. جينا عندنا كجهاز فني إحنا عايزين إيه من الماتشين دول؟ فإحنا قلنا في عناصر تانية ما شفناش من خلال الثلاث أو أربع مباريات الأولانيين، قال ندخل كمان عناصر جديدة صغيرة في السن ونشوف أخبار مين دخل ساعتها. فتوح ودخل مصطفى محمد، دخل عمار حمدي، كان أول محمود علاء. يعني محمود علاء مش من عناصر صغيرة، لكن كان أول دور ليه. وخدنا الماتشين دول كتجربة إن إحنا كمان بنشوف الولاد دول اللي هم مسمعين كويس في الدوري، ونقف عليهم على أساس يكملوا معنا الفتره اللي جايه. كل ده كان ماشي تمام، بعض الانتقادات على مباراه نيجيريا شويه، لكن احنا كان لينا اهداف خاصه فيها شويه. يعني عملنا مباراه الشوط الاولاني وحش، الشوط الثاني عملناه بشكل كويس، لكن المرحله دي عدت زي ما قلت لك، المرحله ديت كلها عدت. جاء بعد كده اول ما اسندت البطوله لمصر، عمل الاجتماع اللي انا تعالوا عايز اتكلم معاك.